بسم الله، صباح الخير. كي دايرين؟ لاباس عليكم اخوتي؟ هانيين. كي داير مع الصحه؟ هذه الرجله، ها هي جبت الرجله وجبت البقوله معايا. ها هي، شي تيقول لها البقوله، شي تيقول لها الخبيزه. ها هي غتعت البير جديده. دابا انا غادي نقردها ونصايبها باش نشاركها معاكم. المارشي وجدتها، غسلتها مزيان، نظفتها. بسم الله، نشارك معاكم. هذا زوين فوق البرد وكتسخن. ندير معاها التومه، ندير معاها الربيع، قزبر، معدنوس، الحامض، شويه الزيتون، ونشاركها مع خوتي. ممكن عاوتاني نقص على المرقه، وهادي وهادي ما يبدل شويه بنادم. تبارك الله، رطبه كيدوز فيها الموس. هانت جديده، جابتها مولاتها من العربيه. شحال زوينه، ها زوين. شنو ندير؟ نصيفها حبابي ونعدلها ونشاركها معاكم. اي حاجه درتها نديرها معاكم. غتعت البير ونقى نقيه، ماشي زوينه. هانت غير صغيره وزوينه ورطبه. منقيه معدله وغسلتها مزيان باش ما تكون فيها لا رمله لا حتى حاجه. بعدنا هنا مفتوح، تيفل كيديرو الناس على الجهد. هاهي هادي لي جد صغيرة طبعا. حتى هو تيقولوا ليه العشلوج، تيكون نايض في وسط الزرع، حيت مولاه داير شي بحيره قدام المحل ديالو، وكانوا كانوا هذا الشيء عنده في راس قد البير. فهمت؟ هو هذا، هذا هو العشلوج، ها يكون مع البقوله. ها هاد العشلوج اللي قلتي اماما، علاش كيصلح؟ زوين كيدير مع الخبيزه والزيت العود، هو ديك الرجله زوينين مخيرين في الماكله.
كنظن هذه هي الاكله ديال البرد. هذه هي الاكله ديال البرد مع الزيت العود بلديه تكون زوينه، وشويه الزيتون ايوا الكمون، شويه السودانيه ايوا الثومه، وكتجي زوينه في الماكله. غادي تبارك الله غنحضروها قدامهم وغنوجدوها قدامهم، غادي يشوفوا الطريقه ويديروها. وما نكذبش عليكم البنات، ماما كتصرع هاد البقوله بزاف، كتجي تتحمق وتبارك الله ملي كتجي منها بزاف كتقرضها وديرها في الفريغو ياك ماما، مش كتبقى جديده. كنغسلها ونشفها مزيان حتى تتنشف، وكنعمرها ونديرها في الميكا ونديرها في الفريغو. ملي تبغي كتهزي منها وطيبي، الوقت اللي عشقتيها وعجبات كتهزي وطيبي فيها. ما شاء الله كتبان خضراء. هذه هي الحميضه عاوتاني، ها هذه هي تيقولها الحميضه، حتى هي كتكون مع البقوله، كتكون دابا مشتة في البلاد وكيلقطوا شويه منها وشويه منها وكانوا كيبيعوها، ولكن السيده اللي جدها منها نقيه تاعت البيار. ان شاء الله مع البرد داخل والجو ديال البرد ان شاء الله ديما نبقاو ندير لكم الشهيوات اللي غادي اللي كيخصو البرد، الاكلات ديال البرد، ونشاركوا معكم ان شاء الله كلشي. هانتوما كيف كتشوفوا الطريقه اللي كتقطع بها ماما الخبيزه، دابا حبابي غادي نخلي ماما تقطع الخبيزه تكملها كيف كتشوفوا، ما بقاش بزاف، غادي تكملها وغنرجع معكم باش غادي تطيبها وتوريكم كيفاش غادي تطيب. شو كيدايره؟ هذه هي رجلها زوينه، الفقر الدم زوينه، لاي حاجه البروده مزيانه لكل شيء. يلا حبابي كيف قلت لكم نخلي ماما تكمل تقطع ديال الخبيزه ونرجعوا معكم. حبابي دابا انا غادي نديرها طيب، هي وديك الرجله هيا بسم الله. نصر العيش بالحامض ماشي بزاف، هانت ها الما غير القياس، هانت نبقى نرخف عليها البوطه ونخليها. غندير دابا الملح لها عطريه حتى طيب. انا غسلت هاد الشلاضه وحرجتها حتى هي من ديك المراه اللي كتبيع هاد الشيء في المارشي، كتجيبها من العروبيه جديده. انا غسلتها وندير بها شليضه هي نشاركها معاكم. تبارك الله على مزويناتها، ها شليضه جديده. شويه البطاطا غادي نقيها ونديرها تسلق هي وخيزو،
ندير بها شليضه واش قد الرمان. البطيطه حتى هي غير تاع البلاد، ها لا دواء لا والو، ها نجتها من الماشي غير دابا. جبتها بعدا شويه رخيصه غير بثمانين، هادي ولات شويه كت مبقاتش غاليه. ناكلو من الغالي ومن الرخيص، صحيح من الله، الله يفرجها علينا وعلى جميع المسلمين. ايوا دابا تاخي الزو تا هو جبتو من هاد المرا زوين، جايبه من العروبيه. تاخي الزو البلدي ماشي الرومي، باقي جديد يلاه جبدوه من البحيره. هذا تا هو الخيار بحراج جبدوه، ما يضافو ستة الربيع. هذا الخيار حدا البير كيسقيوه. دابا بقى لينا سميتو، بقينا الرمان، ها هو جديد على الزوينات. ها بيضة حلوة يا اختي، تبارك الله. هذا الرمان تاع واحد الناس في العروبية تيقول لهم الرواقة، الرمان ديالهم هذا ما شاء الله، عندهم الرمان واعر. الرمان راه زوين، كل بلادي ما عرف الفوائد ديالو، واعر الرمان. اكثر الناس اللي كيعانيو من المعده وقرحه المعده، مزيان القلب مزيان كل شيء زوين. هذا الرمان ما غاليش، غير 80 ريال الكيلو، ما غاليش. والبنات شتي هاد القشور هادو ما خصهمش يتزاوطوا، هاد القشور راه كيتكرموا. دابا نكرمو وندير معاهم فيديو فهاد، نخلي ان شاء الله غادي نجمعو هاد سميتو هاد القشور ديال الرمان، وغادي نكرموهم نديرو مع شي عشوب اخرين، وغنديرو مع شي عشوب اخرين باش نقول لكم شنو غديروا للمعده الا كانت مريضه لكم بزاف. راه احسن علاج بالنسبه لينا حنايا، حيت حنا كنعتمدوا بزاف على الاعشاب. واحسن علاج هو هاد القشور ديال الرمان. البنات ما نكذبش عليكم زوين بزاف، بلا ما نحرق لكم المراحل ان شاء الله غادي ندير فيديو جديد بالخصوص على هاد القشور ديال الرمان ان شاء الله. حنا كاع الحاجه اللي ضركم ما نديروهاش بيان سور، اي حاجه زوينه كيف تنقول لكم في اي فيديو، اي حاجه كنديروا فراه كنجربوها على راسنا. هادشي بحال عاد بحال هادو ما نزاوطهمش انا دابا، ها غادي نكرمهم حتى كنجربوا. كيف قلت لكم البنات، سمح لي بمقاطعتك، كيف كنقول لكم البنات الحاجه حتى كنجربوها على راسنا عاد كنوريوها لكم. اهم حاجه عندنا هي تكون الحاجه فيها مصداقيه، عاد كنبينوها. هانتوما البنات شوفوا تبارك الله، ما شهيتكم اسمحوا لي. تبارك الله، هذا زوين الماكله، هذا اللب
الداخل فيه سطو زوين المعده هذا ياكلوا بنات. اللي كتوحم تسمح لينا، اللي كتوحم تجي عندي نعمر لها فانيو تاع الرمان تاكل تشبع. مرحبا. مرحبا باي واحد اللي خارج الوطن واللي داخل الوطن. مرحبا بجوج يدين. احنا تبارك الله راه كيف كتعرفوا ان المغرب معروف بالكرم ديالو بالجوده ديالو بكل شيء الحمد لله. هي صايبتها على قد الحال، شويه منها وشويه منها، شويه الخيار، شويه الرمان، شويه الشلاطه، شويه تاع التفاح، شويه العنب، خيزو مع البطاطا مسلوقين، درت عليهم شويه تاع الخل. ها على هذه شويه ذا مشاركة مع حبابي. ايوا وكنتمناو دعمونا. ايوا انتم حبابي، صراحه ما نكذبش عليكم انا حمقتني هاد الشلاطه، فيه كاع المكونات اللي تقدر تنفعنا وزوينه بزاف. عندنا هنايا بطاطا، خيزو، الفواكه، شويه تفاح، يعني اي حاجه صحيه وزوينه درناها في هاد الشلاطه هادي. وكنتمنى انكم تجربوها لان الصراحه جات كتحمق. هادي غير باقي ما دقناهاش كيفاش دايره، وانما غير الديكور ديالها كيشهي. شوفوا ما شاء الله كيفاش ماما تبارك الله على صيوبه الديكور. هانتوما نتوما حبابي، هذه هي الشليطه اللي شاركت معكم قبيله. كيف كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله كيفاش جات كتحمق وكتشهي. وهذه هي الخبيزه ديالنا، هذا هو الطبق الرئيسي ديالنا حبابي. كيف كتشوفوا صيبتها ماما تبارك الله ما شاء الله عليها. هانتوما حبابي هذا الطبق هذا كنقدمه هديه لكم، حيت انا عارفه المغاربه كيحماقوا على الخبيزه وعارفين الفوائد ديالها. وهو خبيز عجناته ماما تبارك الله ما شاء الله. نتوما خبيز، واش من خبيز؟ ها نتوما نتوما حبابي، هذه الخبيزه اللي شاركنا معكم اليوم، وهذه هي الشليطه اللي شاركنا معكم. ايوا حبابي هذا هو غدانا ديال هاد النهار، هذا ديال يوم الجمعه. ما درناش طعام، قلنا اجيو عش ما نغيروش الروتين ديالنا ونديروا الخبيزه. ايوا حبابي هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله انه يعجبكم ويكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش بلي لايك وبالاشتراك مع الاحباب والاصدقاء والاشتراك في القناه ديال ام اسماء. كنقدم تحيه خاصه للناس اللي كيتابعوني داخل الوطن وخارج الوطن، تبارك الله عليكم ونهلا يخطيكم عليا. راكم نتوما هما اليوتيوب، وبلا بكم اليوتيوب ما كيساوي حتى شي حاجه الصراحه الله تنقولوها. انتم احبابي، وهاد الطبق هذا كنقدمو هديه للناس اللي في الغربه، هو وهاد السلطه هادي. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو الجاي ونديرو فيديوهات، ندير ان شاء الله كيف قلت لكم غادي ندير فيديوهات زوينين اللي غادي يعجبكم وغادي ترتاحوا ليهم. تبارك الله عليكم، ما تنساونيش بلي لايك والاشتراك مع الاحباب والاصدقاء. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو الجاي.